السلام عليكم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخنا أنا راجل عندي 50 سنة، بحاول أحفظ القرآن ومفيش تركيز خالص، بحفظ كويس وبعد كده أخش في سورة تانية، أرجع للسورة الأولانية ألاقي نفسي مش حافظها. وأنا طبعا يعني بحاول جاهدا علشان حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، ولكن للأسف الشديد مش قادر، مش لاقي حل. أعمل إيه؟ أخدت بكل الوسائل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أمر سهل. أنا كده هطلع من برا الحديث. والله شوف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. فهب أن عقليتك يعني لا تستطيع أن تحفظ. في ناس موفقة للحفظ، يحفظ من أول لحظة، وفي واحد يجاهد ويتعب ولا يستطيع، لكن ربنا أعلم بالنعمة التي أنعم بها على هذا وحرم منها هذا. وبإذن الله تعالى أنت مثاب بنيتك. الله خير. شكرا البشكاتب. البشكاتب نشكرك، ويا هنيئا لأقوام قال الله في شأنهم: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم.